يستمر معرض الكتاب في كردستان سوريا للدورة السادسة تحت مسمى معرض الشهيد هاراكول، وهذه الدورة هي إهداء لروح الشاعر جاغرخين. يضم المعرض عدد كبير من الكتب ومشاركة من دور نشر كردية وإقليمية وعربية، وافتتح المعرض منذ 22 من الشهر الحالي ويستمر حتى 29 منه. عدد دور النشر اللي شاركوا بالمعرض هني 51 دار نشر، كعدد الكتب هي 130 ألف كتاب، 13 ألف عنوان. طبعا الكتب هي باللغة العربية، الكردية، السريانية، الكلدانية، الأرمنية، التركية، الإنجليزية. طبعا المعرض خلى العديد من النشاطات الثقافية مثل مسابقات توزيع كتب للأطفال، الأطفال المدارس يستشجعون على الكتب، لطلاب الجامعات، للمدرسين كتشجيع. يعتبر معرض الكتاب في قامشلو ملتقا هاما لمثقفي كردستان سوريا ومركزا للتبادل الثقافي، كما أن المعرض باستمراريته خلق تظاهرة ينتظرها الجميع من جمهور وكتاب وصحفيين. معرض الكتاب نقلة نوعية هامة بالنسبة للثقافة والكتاب في كردستان سوريا وتشجيع لدور النشر، كما أن في كل دورة للمعرض يتضاعف الإقبال من الزوار خلال الأيام المعرض. المعرض دوري كل سنة عم يقام في مدينة القامشلو، فيها كتب وعناوين متنوعة كثيرة. هذا المعرض ملتقى للجميع المثقفين والكتاب والشعراء، له صدى في المنطقة بشكل عام والصعيد الكردستاني. هذا المعرض الدوري بشكل سنوي تظاهرة ثقافية يلتقي فيه المثقفون في روج آبا، وفي هذا المعرض اليوم تطور جديد، هناك 51 دور نشر عربية من خارج روج آبا ومن داخل روج آبا. الدورة السادسة لمعرض الكتاب تميزت بتشجيع القراء من الطلبة والتلاميذ، كما أن المعرض ضم جناحا خاصا بالكتب الإنجليزية هذا العام. Les agostivi artistes à 30.